لا ينتمي لك من يخون ولاءه، إن الولاء شهادة الأبطال. هل أتاكم نبأ القوم أم أنكم لا تعلمون؟ طاعون العصر المميت، هونغ دونغ الشركة الصينية، وسان رايز المجهولة، وسفن الأتراك العملاقة الذين نقضوا اقتصادات الشعوب واستهتروا واستهزأوا ونهبوا مقدرات البلد السمكية، مثلهم كطاحونة لا تبقي ولا تذر، عاثوا في البحر فسادا كما يراهم البعض. لم تكن الأسطورة الصينية عن طارد الشمس كوانغ فو الذي يطارد الشمس، وتقول الأسطورة لم يمر ببحر إلا شربه وجف نبعه. أم هل تصدق الأسطورة الصينية الماء والنار، الماء لنهب الخيرات والنار لإحراق الشعوب، وهم يصطرخون فيها على يد الشركة الصينية هونغ دونغ، طاعون المحيط الذي سمح له بائعو الأوطان بالأبطان بالاصطياد في مساحة تصل إلى 30,000 كيلومتر مربع، أبرم معها السياسيون عقودا زمنية لأجيال لا يزالون في علم الأرحام 25 عاما من طاعون المحيط هونغ دونغ، كفيلة بالعقم المميت. سمحوا لها باصطياد ما هب بحرا ودب من صغير الأسماك. هونغ دونغ الشركة الصينية التي أغرت السياسيين فباعوا غير نادمين بجرة قلم بعد غسق الليل. شباك أضيق من سم الخياط لا تبقي ولا تذر، سفن أشبه بالكاسحات وكأنهن الماحقات. من بعيد بعيد جدا يلتقط أحدهم صورا لجمهورية سان رايز التي لا وجود لها على لائحة الوزارة للشركات المسموح لها بالصيد، ولم تمر بالبرلمان ولا ضرائب عليها ولا معلومات حسب الموقع الرسمي للوزارة المعنية. ناهيك عن شركات الأتراك الذين يتفاخرون في هذا التقرير بأنهم يتقاضون 5 ملايين دولار سنويا، وهنا في هذا الموقع وحسب تصريح رئيس اتحادية صيادي أزمير يقول محمد أقصائي يمكن استعادة ثمن الباخرة في 3 أو 4 أشهر وربح صافي قدره 300,000 دولار شهريا. الغريب العجيب هو رد وزير الصيد على لسان النائب محمد بويا محمد فاضل على صفحة الأخير على الفيسبوك. يقول الوزير أهم شيء يجب السؤال عنه ليس الكمية وإنما نوع الأسماك، وزن الأسماك، عمر الأسماك، العمق الذي يتم فيه الاصطياد، الوقت الذي يتم فيه الاصطياد. هل باتت الشعوب رهن يأجوج ومأجوج؟ وهل بلغ السياسيون من الاستخفاف بشعوبهم إلى أن لا يعلموهم بما أبرموه ليلا؟ وكأن الشعب تصدق فيه قولة الشاعر يقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. آلاف الأطنان ومليارات الدولارات وشرائك كبرى لدقيق السمك واتفاقيات لا يعلم عنها إلا ما علم من ردم يأجوج.